طيب في الدوشه دي بقى والكلام على التاجيل والموقف الافريقي، الاهلي عامل ايه؟ بيتسو موسيماني بيقود حاله من الثوره الكرويه في النادي الاهلي، لانه تقريبا ما بين شغل خاص جدا للفريق الاساسي واللعيبه الكتله الاساسيه او الذخيره الحيه للفريق، وما بين اتاحه الفرصه لعدد من اللعيبه اللي ما اخدوش فرص في الفترات اللي فاتت، ثم الكنز المدفون اللي نقب عنه في الاهلي مجموعه الناشئين الموهوبين اللي حريص على انه يديهم فرصه يا باشمهندس. هو الموسم اللي جاي ده لابد ان يؤخذ باهتمام شديد من كل الاعلام الكروي والاهلاوي بالذات. ايوه، وهيبقى عندنا مسؤوليه هنا، وانا مبسوط من البرنامج بتاع الكابتن اسامه حسني، لانه بيبدا يغوص فيما يحدث في قطاع الناشئين. قطاع الناشئين يخوض تجربه جديده يا استاذ ابراهيم، مفادها او فلسفتها الكيف وليس الكم، فدمج فرق مثلا ال 99 وال 2000 واختيار افضل عناصر من هنا وافضل من عناصر من هنا، ودي في الاخر هيخرج من عندك عناصر هائله جدا ربما تتالق وتتجاوز بعض الموجود، لكن دي طبيعه الامور في حالات الدم. ده جانب من تدريب الفريق النهارده. وتتكرر الامور في الدرجات الاقل. ده معناه ان انت هتبتدي في تركيز شديد جدا، بتدور بقى على انك النبع الحقيقي لعمل التغيير والإحلال والتجديد يبقى أولا من عندك. أيوة. واهتماما بهذه النقطة عشان يطلع لك لعيب ناشئ بكواليتي عالية، أيضا عمل تجربة جديدة. إنه جاب لك مدرب تشيكي يقود هذا القطاع من الناحية الفنية وبرضه بخبرات إدارية. وأنا متابعتي مع كابتن خالد بيبو مع الناس المدربين في الفرق مختلفة، يعني بيشيدوا جدا بأن الراجل متابع جيد ومستمع جيد ويحاضرهم أسبوعيا فيما يجب عمله من الناحية الفنية. إذن التجربة دي مع الترشيحات اللي طالعة مع موسيماني قد يجد فيها ضلته، ويبقى الناس مش محتاجة إنها تدور بره كتير. طيب موسيماني صعد مين للفريق الاول حاليا؟ محمد حسام ميدو ده مدافع مواليد 2000، فارس طارق ده باك يمين مواليد 2000، احمد محمد عبد القادر مهاجم مواليد 99، ده اللي كان سافر ورجع يا باشمهندس مش كده؟ ده كان سافر في وقته وكان زعلان وحاولوا ايام الكابتن عمرو ابو المجد انه يتعمل له عقد، وكان عنده عايز اخد تجربه وانتهز فرصه ان هو ما يعني عقده خلص وما رضاش يجدد، ولكن يبدو انه يعني من خلال التجربه اللي خدها وجد ان المناخ في الاهلي ربما يكون اكثر فائده له في هذه السن، فرجع وتسجل ناشئين فعاد والناس بتشيد بقدراته الفنيه وتسجل ناشئين. ومواليد 99 عبد الرحمن اشرف او مانو ده هاف ديفندر مواليد 99، احمد سيد عبد النبي ده ظهير ايمن مواليد 2002، واحمد نبيل ده لاعب وسط مدافع مواليد 2001، وده استمرارا لبقيه العناصر اللي كانت موجوده قبل كده بقى، مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان وشادي وفاخري وشادي وفاخري وبدر وعربي بدر وعربي يعني بدر. مجموعه ما شاء الله. لا وفي غيرهم يا استاذ ابراهيم في فريق 99. لا في منهم اتوقع ان هيتصعد برضه منهم مع ما يطلع، في وفي منهم ناس مصابه ممكن لما ترجع تبقى محل اعتبار. لا هتشوف يا سلام لو نهضه لو نقدر نعمل ماتش كل اسبوع للمجموعه دي المرشحه للصعود تحت نظر مدرب الناشئين وموسيماني وقطاع الناشئين، ويبقى في التتش وتحت كمان حتى موسيماني دلوقتي معاه كيفن جونسون مدرب هايل جدا جاي مساعد معاه، فبقى فيه التجربه هتبقى في فريق عمل متكامل يعني.